ومن لم يتفقد النقصان. آه. ومن لم يتفقد النقصان في نفسه دام نقصه. دام نقصه. ومن دام نقصه فالموت خير له. هاي الحكاية الأخيرة هواي مهمة. شي يقول الإمام الصادق؟ يقول أنت لازم قبل رمضان، شباب اسمعوني، قبل رمضان، قبل ما الدراسة أي شيء، أقعد أكتب. أقعد أكتب أنا عجول، بعد أنا مستخف بالصلاة، بعد أنا عصبي، أنا كذا. أكتب شنو؟ أكتب سلبياتي، هذه الأمور الغير جيدة، أكتب سلبياتي نقصان، أكتب سلبياتي، وأجي أضع شنو؟ أضع لها برنامج. أنا عجول، شنو اللي أسوي حتى لا أصير عجول؟ أسأل إخوان أنا عجول، شنو اللي أسوي؟ يقول يابا، أول ما أسوي لت حسب تعبيرنا لا تتكلم بسرعة، اتأنى في كلامك، اتأنى في تصرفاتك، اتأنى في تحليلك، اتأنى في تصديقك للأخبار، اتأنى اتأنى. هذا التأني يتعلم عليه، هذه حل لقضية العجلة. مسألة الاستخفاف بالصلاة، زين أنا مستخف بالصلاة، فأنا راح أجعل برنامج أن أول شيء أسويه بعد أذان الظهر أن أصلي. لو عندي ما أدري إيش أنا أصلي، إلا اللهم إذا كان شنو، إلا اللهم إذا كان فشي واجب آخر. أنا عصبي، وهكذا أن أضع لنفسي برنامج. إذا أضع لنفسي برنامج فراح شو أسوي؟ راح الأمور السلبية، النقصان اللي في شخصيتي راح أزيلها شيئا فشيئا.